أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الإخبارية التي نقدمها لكم من قناة النصر تابور. المنظمة الدولية جلسة تفاكرية مع بعض أعضاء المؤسسات حول الفترة الانتقالية الحالية ومشاركة الحوار الوطني المرتقبة، كان ذلك بفندق ريزيدانس. نتابع جلسة حنا القويين حنا الناس اللي كان قاعدين يخدموا في الوزارة عن المصالحة الوطنية والحوار والأعضاء عن الممبر عن أكودني والإستاف عن الكابيني عن بي ام والبي سي ام تي، وده كمان عشان يدور قوهم فيما يخص كيف مشاركة هنتم في الحوار الوطني الشامل. الجلسة دي كمان كان أقمت فوق المنظمة الدولية إيديا، وده كمان بالتمويل مع الاتحاد الأوروبي. المناسبة دي كان بقت في أوتيل ريزيدانس اللي قايت في كومين حنا الديزيم أرندوسيما. بدأت المناسبة بكلمة حنا أجي تنجيتو اللي كان قدمها الإجي حنا إم إر إن دي، وكمان فريق مرة واحد قال الأتيلي ده يخليهم كيف يقدروا يشاركوا في الحوار ويقدروا يجيبوا فوق يعني النتيجة السمحة. لمو اليوم في أتيلي القابلي من ده، والأتيلي ده مش ما تعرفوا هو بخص المساعدة حنا الاتحاد الأوروبي لحكومة بالنسبة للفترة الانتقالية. الأتيلي ده يعني دورنا مع أخواننا على إيديا إنترناشونال عشان نناقش في كل الخدمة اللي سويناها بالنسبة للحوار الوطني اللي بيبقى يوم 10 شهر 5 2022، وبعد ده نشوفوا في خبرة هنعمل عندهم بالنسبة للخدمات الصوف في العالم، كان في الإفريقيا هنا، كان في آسيا، كيف بالنسبة للخدمة السوينة ده شنو أن نقدر نأدلو ولا شنو أن نقدر يعني نمثلو عشان الحوار القابج ده يعني بيكون عديل. بعد ده كمان هجا البريزا هنا كوميتي تكنيك كومباي أرما، وكمان هجا في ما يقص الشروط والأي الكونديسيون هنا الجيالوك، وكان أجا في ما يخص الجدول هنت الأعمال اللي كان الصوع، وده كمان يوصف أكيد الجيالوك دي تمرك بنتيجة أسمها. وقال التنظيم هنا الجيالوك ده يمشي في درب عديل. بعد ده كمان جو وصفوا أي البريزنتاسيون عن الجدول ولا الدوكيما اللي بازن الكوميكاسيون اللي كان قاعدين بصوا الأكودني، وكان بادلوا أفكارهم المشاركين اللي كان جو وحجوا فيما يخص مشاركة هنت الجالوك وتعديل المؤسسات في الوقت الانتقالية. المناسبة دي كان بدت بالساعة 1:30 وكملت الساعة 4:00. عرضت الشرطة الوطنية للصحافة العامة والخاصة بعض الأشخاص المتهمين بالجرائم المختلفة، وكان ذلك بحضور مدير الشرطة الوطنية الجنرال موسى هارون تيربو والمدير العام وعدد من الضباط. نتابع تفاصيل هذا اللقاء على ورقة الزميل موسى محمد. 63 ملفرا كان وقو في باني هن البوليس ناسيونال، وده كمان بعد ما خلاص شال خريمتا الديريكتير جنرال الجنرال موسى هارون ترغو. وقت اللي كان شال خريمتا كله حذر الناس المجرمين دول ده يشوفوا نجوم القيله. بعد ما اول عملية كان خلاص ألوم عرضوهم للصحافة الأمة والأقصى.
المجرمين المتهمين دول لا أم ما 63 من مختلف الأجراهم بعض قاعدين بسرقوا الوتاير وادين الدروغ وادين بقتلوا الناس وادين بشلوا الموتويات وادين قاعدين بسرقوا الوتاير على حسب كلام هن البورتو بارول هن البوليس ناسيونال بول مانجا الفرنسي يوم الواية 20 سنة يوم الواية 20 شهر 2 سنة 2021 2022 je repense mieux ok je repense mieux salam alaykoum rahmatoullahi ta'ala barakat monsieur ma goulta lokou be français yumal waid ouchirin charitinen al mudir al am an shot al watania talab min al shab alias bou al يكون استراتيجية جديدة للرايون في الاستراتيجية الجديدة سوى الاوبراسيون الفي الاوبراسيون كان البريمير اوبراسيون نقول اول الاوبراسيون عشان الاوبراسيون ما غير كونتيني دونك في البريمير اوبراسيون كربنا 63 هرامين ومن الهرامين ده وايدين قتلين الدم وآخرين كمان منهم جروب أنا جمال كامسا الجروب دول الجروب ده خاص كريم تدا يمالو تو الجو دي شابوما الجماعين بنادو شو كوماند وفي الشو كوماند ده إن السبستانس هاي بنابوت كاتاليزر بخلام نسارة هو السبستانس ده كمان ناس بسوفو على الإكسبلوزيف وده منهم كامسا الاثنين الإتراجي ما تجيه والزول وايت غرغيت شفتو غايد ده ده قتل الزول وقرت بقول الناس ما بلقوه لكن الشرطة الوطنية جايزة وخرباتة الهرامين كتير قايدين الوايدين سرقوا سيارات منهم تنين سرقوا التويتا التويتا كورولا وصفتكو والوايت كمان سواق التاكسي وده يشيل كليان وعنده كومبليسة يركب مايا وانت زول كان عنده شغل في كوشك بشلو وكان عنده شغل في دينك بشلو وكان خلاص يفوت والهرامين الاخرين المقربين ده وايدين كا نسريجي وايدين اجريسيناس دونك في الموتيف كتير الباقي ده كان جوستيس بس سيل كديمتا بقول فلان سوا كل فلان سوا جريمه كي والجماعه سقول المقربين ده مش قلت لكم ثلاثه ستين ده كلها نكتب في الديسبوزيون على جوستيس على جوستيس كمان تشيل كتمتا ونشكر الشعب في المساعدة على أي مايو على أي وقت قيمت للفرصة للشرطة الوطنية بقول لهم شكرا بلام كي الأمل أنا شرطة كما يمشي تنقلي ما يقصر الشغل فيه قبرونا والشرطة كانت تشيل مسؤوليتها والآخر آخر الكلمة نشكر قوات الأمن في الأمل الصوف في التنغ البسيط بكر عبد الرحمن رماد سينكيما سيبتوتي عن البروكرير هو كمان شكر الجنرال موسى هارون التيرغو والنائب حقا بالجهد اللي كان قاعدين بصوه ده قنيمي عديل ويهمي كل المواطنين من عشان يحفظوا في الممتلكاتهم وقال الجستيس كمان تسيي خنيمتا نذكر في النهاية كمان الدريكتير جنرال عن البوليس هو كمان يطلب من البوليس زول خلي يزولوا إفرانا يقربوا المجرمين دول واحد بواحد عقد المحامي آلي كاكومبي لقاء صحفي تحدث فيه عن قضية التنمر الإلكتروني والشتائم بين القبائل على مواقع التواصل الاجتماعي نتابع جزء من حديثه الجستيس يقفوا ديالوج ده يعني يوقف الجستيس من هنا لقدام خدر جسكا نسوي ديالوج ده يعني كان زول سوا خالت لزول آخر كله باتن جستيس نايم إشان ديالوج جاي هو ده خالت كبير يا جماعة أنا نمشي جالوك دا نمشي جالوك بسي لي أخوانا أم بنانا نورو لي رونا سي نهجو سي إشان دا ندور نمشي جالوك
نمشي جالوك إشاني دورو جستيس نمشي جالوك إشاني دورو سولو قبل تسي سولو مانا ندام تحجو سي تلقى جستيس بعد ذاتي سو سولو الجستيس سوا ولا الحكومة غابي سي بغسم جالوك ناسيونال ما بدربا ما بدربا إشاندا ندورو ناس أنكون ما في إيمو كلي يفهمو أجيل أميس أمين أيارا زول آخر أيارا إش إندا مشاكل ما زول واحد لكن أيارا قبيلة أنا سارا دول تمام كل سارا دول أيارام نادم خسات فيه ما كلنا زعلانين ما تشاجين وتشاجيات كلنا أبينا ما قلنا ميارا أنا قبيلة ممنوع في دولة وأنا نفسي بجيت أفوكا أنا زول الأيورو أنا أفوكا هكا سوينا بلنتي في أمين والجستيس حكما أمين خمسة سنة سيدين داخل في تريبينال خسارة شريرة في كور دابل قبل ناقوسو أميس نادو موي أيارا سارا دول أنينا أبينا اليوم نادو موي أيارا زخاوة دول نسكتو كان سكتنا ناني نما ينجي نشسي الله كان سكتنا ما ينجي نشسي في شنو أميس أيورو سارا دول أني نابينا هو اليوم كان أيورو زخاوة دول نسكتورة الخانون دا ما خانون أنا سارا ما خانون أنا زخاوة ما خانون أنا عرب قانون أنا أي تشادي أي تشادي هو المويار أنا قبيلة دا ممنوع في كود هجينا دا ممنوع زول ما بيأير القبيلة الأيرة قبيلة إن ده مشاكل ما حكومة بلا القبيلة ده حكومة ذاتها ما بيخليك وفي بلد اللي عنده قانون شغل القبيلة بيسيرة مش ضمن فعاليات مهرجان توماي للغات المحلية بتشاد تكرم جمعية بريا للثقافة والتنمية ضيوفها القادمين من الخارج والمشاركين في الجناح الخاص وأصحاب الأيادي البيضاء للجمعية كان ذلك بقصر 15 من يناير. أعزائنا المشاهدين إلى هنا ننتقل وإياكم إلى نهاية نشرتنا الأخبارية التي قدمنا لكم من قناة النصر.